دابا وليدي قالوا لي من تتقي هذاك الدم، قلت بقى لا المعده، خرجوا لي هاد الدواء شي 150 ألف شريتو ليها، ولا عاد قالوا لي مراتش بهاد الدواء ديها لوجده، داروا لها تيو خاص وسي ديال المعده، ملي ديتها عاود 100 ألف فرنك، خسرت عليها لي بانس، شرينا لها الدواء وهاتو داكشي ديال التيو، ما عندها لا معده لا والو. دابا كلشي عندها في الراس، تحاليل ما فيها حتى حاجه، ما فيها حتى شي حاجه بصحتها، حتى مرض، المرض اللي عندها في الراس. دابا يديروا تخطيط ديال المخ ديالها ويشوفوا عاود المخ ديالها، عاد السطاي يدير السكانير. الله يجزيكم بخير اللي يديروا المجهود من عندكم، انا مجبرت لا جيت. السلام عليكم، انا مريضه ومريضه براسي، كنقرا وراني من كقرايه ديالي خليت الامتحانات خليت كلشي، وما ما عرفتش المرض اللي عندي. ودابا مشيت للطبيب، مشيت للفارابي، مشيت للدراق، انا صاحب لي المعده الساعه ما عندي بو معده. دابا عندي شي مرض في الراس، وقالوا لي ديري تخطيط للمخ وديري سكانير، وما عندي ما عندي جهد باش ندير. الوالدين ديالي على قرع الحال وصافي، ما تلاقيت شمون ندير. وكن نقول لكم الا كاين شي معاونه في سبيل الله وهادشي ديال الله، ولا كاين شي معاونه مع المحسنين. شكرا. دابا عندي البنت وليدي مريضه، ما جبرت لها باش نداويها لا والو، عندها القرايه ديالها منكها ما خريت فين جريت بها. دابا عندها المرض في الراس، ما جبرتها جهد، عييت نجري في الطب، عييت في الدواء، عييت ما خليت الطبيب ما خليتوش. دابا البنت ديالها عندها المرض في الراس، الله يجزيكم بخير، الا كاين شي محسنين يعاونوا، راه منكر القرايه ديالها، الله يجزيكم بخير. انا المجهود ديالي درت عليها، دابا الله يجزيكم بخير اللي عاونوها. عندها المرض في الراس، قالوا لها خاص التخطيط، خاص السكانير، وانا ما عنديش المجهود ليه. دابا الله يجزيكم بخير، الا كان شي فضل منكم هي عاونوها، الله يرحمكم الوالدين ويجزيكم بخير. المرض عندها صعيب في الراس.